الحكم من بورما يعطي اشارته ياسم يعقوب جول 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 في الدقيقة 10 بيسجل ياسم يعقوب من ضربة جزاء الهدف الأولاني الهدف الأولاني في الدقيقة 10 جاسم من ضربة جزاء بعد ما لعبها واخذها بيده عثمان خلف شوف عادة في البطيء لمحمد كرم محمد كرم كرة معاه بيعدي محمد كرم لعبها لجاسم يعقوب جاسم الفيصل الدخيل جاسم بلمها جاسم يعقوب شوت جول 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 كرة حلوة 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 ملعوبة بينية وثنائية سليمة بين الدخيل وجاسم ما تدري عتبال بالشبك مباراة الحريقة طيب الشبك من داخل كرة ملعوبة شوف لما لمها الدخيل ولما لمها الدخيل شوف عطاها جاسم جاسم بيكسب ملعب على طول وبيتقدم يمشي فيها جاسم وبيحطها فعلا بيحطها في الزاوية الصعبة نفس الزاوية اللي واقف فيها حارس المرمى أيضا سجلت الهدف الثاني في الدقيقة 17 لعبها بيد الحداد كورنر حارس المرمى في حد المرمى سعد الحوطي جول جول كرة مرتدة على طول لسعد الحوطي سعد الحوطي على طول بيسجل الهدف الثالث في الدقيقة 23 في الدقيقة 23 كرة حارس المرمى بيطلع من المرمى بيخلي مرمى فاضي شوف لما طلع فالمرمى فاضي لعبت سعد الحوطي شوف اللي شايد على طول في الزاوية بيحاول يصيدها المدافع شلاف اللي غيره محله شلاف من الشمال يبو ناحية اليمين ما قدر ياخذ الكرة ايضا بيسجل منها سعد الحوطي هالمباراة واعتقد ان نعيم سعد اللاعب ايضا وضع طبيعي شوف ها وضع طبيعي وضع طبيعي اذا كان اللاعب يحل كده في وضع طبيعي ما كان قاصد غير لما لعبها اول واحد اللي واخذ لما عمل ضربة جزاء اللي هو عثمان خلف هو في وضع طبيعي بيطلع الكرة فطبعا يصير في ضربة جزاء اللي راح يشوط جاسم جاسم راح يشوط في الزاوية المرة اليمين زاوية الشمال زاوية الشمال زاوية الشمال يعني الأولى في زاوية الشمال جول جول في 35 جاسم كرة محمد كرم ماخذها وماشي يطولها ناحية فتحي كميل فتحي براسه وجاسم يخلص الجول جول جاسم يعقوب جاسم يعقوب يحبس انفاس الجمهور وانفاسنا كلنا وانفاس الجمهور السوري جول في الدقيقة 42 في الدقيقة 42 فتحي يلعب كرة كلنا جول جول قاتل في الدقيقة القاتلة جول قاتل لمنتخب الكويت الوطني في الدقيقة القاتلة لا يمكن اي من جاسم يعقوب من جاسم يعقوب جول فتحي وجبت الى ملعب ابراسه والله حتشوف لجاسم يعقوب جاسم يعقوب يحطها على شماله جول يتقدم عبد الله معيوب كرة معاه لعبها لفتحي كميل لعبد الله معيوف معيوف بيلعب في عرض الملعب توصل وبشوت جاسم يعقوب مره ثانيه وبشوت واو الله بيمين ابو حمود بيمينه ما يمشي ماله بيمين جاسم ما يمشي ماله بعد ما راحت الفيصل شوف جاسم بيحطها بيحرج فيها باسم سيم او باسم سميم او باسم سيم بيسجل في مرمى جاسم يعقوب بالدقيقة 9 الهدف الاولاني في الدقيقة 9 لجاسم يعقوب جاسم يعقوب في الدقيقة 9 وهذا جاسم اول ضربة جزاء من 10 سنوات بين العراق والكويت طبعا غير ضربات الجزاء سنة 77 اول مرة بين العراق والكويت تصير ضربة جزاء في المباراة طبعا ما عدا المباراة اللي فاتت ضربة جزاء اللي صارت 72 في الكويت واللي صارت ايضا 77 جاسم راح يشوت
ضربة الجزاء. جول جول بسجل جاسم يعقوب من ضربة جزاء في الدقيقة 24. في الدقيقة 24 جاسم بيسجل الهدف. فتحي يعدي فتحي كرة معاه يلعبها لمحمد كرم. كرم ينقلها تلعب الراس. جول الله. جول لمنتخب الكويت الوطني. كرة ملعوبة فتحي صلاحها ولعبها لاعب في مرشوف توصل لناصر الغارم. ناصر الغارم سقطها على رعد حمودي. جول جول ناصر الغارم في الدقيقة 34. في الدقيقة 34 هدف ما كان متصور لناصر الغانم اللي نزل في الشوط الثاني. ناصر الغانم لعبها براسه بعد ما لعبها فتحي ناحية الشمال اللعبة لناصر الغانم. جول جمال يعقوب بيطولها قدام حسن فرحان ياخذها عبد الله بلوشي. فتحي كميل وبيعدي فتحي وبيعدي فتحي وبيعدي فتحي وبيدورها جاسم بيدورها جاسم. جول 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 الله اكبر. جول مو معقول مو معقول مو معقول. فتحي كميل وجاسم يعقوب مو معقول. جول 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 كره منتخب الكويت الوطني بيسجل فتحي يا جاسم في الدقيقة 37. ما فيها شيء ما فيها شيء. فتح كرة معاه وبيلعبها ايضا الى فتحي كميل جهة اليمين سريع على فتحي لكن بيحصلها فتحي بينقلها لحد جاسم يعقوب ويلعبها براسه يلا دخل خلصه. جول جول كرة حلوة حلوة حمود بنات بعد ينقلها لفتحي كميل اللي حصلها قبل لا تطلع الكرة وتلعبها كورنر وصل لجاسم في هيئة الثقيل. جول جول في الدقيقة 17. في الدقيقة 17 الدخيل يدخل أول أهداف موسكو في اللعب لكن توصل إلى الدخيل هجمة عكسية مرتدة وهذا الدخيل وعلى يمينه فتحي وماشي الدخيل على شماله جاسم على يمينه فتحي فتحي لعبها لجاسم جاسم بشوت بعدها جول. الله الله يا الدخيل مو معقول. فعلا فعلا هجمة عكسية مرتدة ثلاثي ما شفت له. فيصل وجاسم وفتحي لعبوا لعبة ثلاثية. منتخب الكويت الوطني هجمة عكسية توصل للدخيل على يمينه فتحي. فتحي كسر له جاسم قطع له ناحية الشمال جاسم طلعها للدخيل. الدخيل على طول حطها براسه ويدخل هدفين. الدخيل معاه ماخذها وماشي جمال يعقوب وبيطولها ناحية عبد الله بلوشي. بلوشي عطى بلاطة عطى بلاطة بلاطة علي علي بلاطة حبي علي بلاطة حول لكن بلاطة بلاطة. جول جول الله حلوة حلوة بلاطة حبي عليها. شوف 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 هذا على طول فليطح على طول لاعبة لجاسم يعقوب لعبة بلوشي. فليطح اللي ماخذ مكان جهة اليمين ولاعبة على طول منزلها جاسم يقول سلام سلام وبلوشي بيحييه فعلا وجاسم بيحطها مكان راح شايف الجمهور. باول اثنين منتخب تعزتي لا شيء منتخب كنت وطني تصل جاسم. جول 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 الله يا ابو حمود. حلوه حلوه من نعيم سعد على طول على صدر جاسم يقول له تعالي خذها بشمال.
شماله، حطها في شماله جاسم يعقوب في دقيقة 14، في دقيقة 14، في دقيقة 14 جاسم يعقوب لعب المفاول نعيم سعد على صدر جاسم، قال له حياج وخذ بشماله على طول بيحطها الهدف الاولاني لمنتخب الكويت الوطني.